والمقادير سهله. انا عندي نص كيلو من عجينه الملفي، عجينه الملفي بتتباع جاهزه، انا جايبها الجاهزه. في نوعين منها، في نوعين منها، انا عشان خاطر اخفف شويه الدسم جبت العجينه اللي هي معموله بالدقيق الكامل بصراحه عشان خاطر تبقى شويه خفيفه اهو، حتى هتلاقوا لونها اسمر شويه عن العجينه الثانيه. اللي عايز يعمل عجينه ملفي في البيت هقول له يعملها ازاي، بتاخد وقت شويه بس طبعا لو احنا مستعجلين ممكن نستعمل الجاهزه دي. عندي ربع كيلو من المشروم وثلاث بصلات خضر متقطعين شرايح، وعندي كمان بصلايه مفرومه واصابع سوسيس 5 3 4 زي ما احنا عايزين، وعندي كمان معلقه بقدونس وكوبايه جبنه مبشوره وبيضه وشويه من الجبنه البارميزان المبشورين. تاني نص كيلو من عجينه الملفي، نص كيلو من عجينه الملفي، وكمان عندنا ربع كيلو من المشروم متقطع مكعبات، متقطع مكعبات صغيره اهو، كل الكاميرا عماله الله ينور يا عم عصام بيجيب لنا التفاصيل اهو. عندنا كمان بصل اخضر مفروم وبصلايه مفرومه واصابع سوسيس حسب ما تاخد يعني ايه، حسب ما هنحط يعني. وعندي كمان معلقه بقدونس وكوبايه من الجبنه المبشوره وبيضه هنخفقها عشان ندهن بها الوش، وهقول لكم عشان نشيل الزفره نعمل ايه. عندي كمان معلقتين او معلقه من الجبنه البارميزان المبشوره. يلا نشتغل. اول حاجه احنا شغلنا احنا اتلخبطنا معلش، شغلنا دي وسيبنا دي جينا نشغل، شغلنا اللي مش هنشتغل عليها. هناخد هنا حته زبده صغيره، حته زبده صغيره عشان برضو انا مش عايز يبقى فيه دسم كتير. وهناخد العجينه اول حاجه رش رشه من الدقيق اهي، وعايزين العجينه دي تبقى مستطيل، عجينه مستطيله شويه، ونيجي هنا نفردها. شفتوا بقى انا بفردها الاول عايزها تبقى مستطيله، بضغط عليها شويه، بعد كده هناخدها شويه بالعرض شويه كده عشان هفرد تاني، بعدين نعمل تاني كده ونفردها كده عشان تديني شكل المستطيل. جميل اهو، نفردها كمان اهو، وبعدين نلفها تاني ونعدلها عشان تديني بقول لكم شكل المستطيل. هقول لكم على فكره حلوه قوي دلوقتي لما نيجي بقى نقفل العجينه دي هنعمل فيها ايه برضو احنا مع بعض كده. هنا كمان لما اخد الحجم اللي انا عايزه، الحجم اللي انا عايزه هلفها اخر لفه. وزي ما بقول لكم عجينه الملفيه ممكن تستعملوا العجينه العاديه اللي معموله بالديل عادي ما فيش مشكله، لكن انا جبت العجينه دي علشان تبقى اخف شويه في الدسم يعني، عشان احنا اليومين دول بنحارب السمنه، مش بنحارب السمنه يعني معنى كده السمان الوحشين لا لا قدر الله، لكن احنا عايزين الناس تاكل اكل خف هنا. لكن لو حابين تعملوها زي ما بقول مفيش مشكله، هنلف دي كده ونيجي هنا نعمل ايه؟ ندوس بايدينا كده عشان خاطر اعمل لها حرف رفيع اهو، شايفين؟ ده اللي هقفل عليه، فكره بسيطه قوي اهي. ونيجي بقى هنا سخنا الطاسه، نجيب حته الزبده اللي هنحطها ونحط البصل، طبعا عشان هي سخنت انا خايف الزبده تتحرق، ناخد معلقه زبده واحده ونحط البصل ونحط عليه البصل الاخضر ونقلب الاثنين مع بعض. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ كل حاجه ربنا خلقها لها طعم ونكهه مختلفه عن الثانيه، كل حاجه ربنا خلقها في الدنيا يعني في ثلاث انواع من الحاجات اللي هي زي البصل، يعني في عندنا بصل اخضر وفي بصل عادي وفي الكرات، الثلاثه كل واحد من فصيله البصل بس له طعم مختلف سبحان الله. كمان البصل الاحمر غير البصل الابيض، مش في الـ في الـ في التست لا، ممكن بيبقى حاجات بسيطة قوي في درجة الحمو يعني بيبقى ده حرق عن ده شوية. في بصل تاني اسمه البصل السكري ده بيبقى مش حرق خالص. سبحانك يا رب، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. فعشان كده كل حاجة ربنا خلقها لها نكهة مميزة
لا حاجة تانية مختلفة خالص. البصل كميته كبيرة، بصل أخضر مع بصل، حط شوية زيت كمان، يبقى بصل أخضر مع بصل إيه؟ أبيض، يا دوب يتبلوا. يتبلوا يعني إيه؟ يعني شايفين البخار اللي بيطلع ده لونه يصفر شوية بعد البخار ده ما يطلع شوية. البصل فيه مادة كارملة، فدي بتطلع معايا الكراميل بتاع البصل، فبيخليه شوية لونه مختلف. تاني أهو، الله ينور يا عم عصام، الله ينور يا رشدي، الله ينور يا دعاء، يا مي، يا ساهر، كل الناس، كل الناس أهو. وطبعا أستاذة لامية اللي على موجودة معانا فوق، عايز أشكر الكنترول كل واحد باسمه والله. بس طبعا لو قعدنا نشكر في الكنترول احنا عندنا عدد كبير قوي، العدد الكبير ده يعني عايز ساعتين ثلاثة. الله يخليك. كده اهو زي ما قلت لكم البصل دبل اهو، المشروم متقطع مكعبات، مشروم ما بياخدش وقت في التسوية خالص اهو. نديله بقى شوية ملح وشوية فلفل، هقطع السوسيس واشوحه معاه وبعدين اسيبه يبرد خالص. ردنا العجينه الملفيه سواء كانت بقديه اسمر او بقديه ابيض مفيش مشكله خالص، المهم ادي مفروده. شوحنا البصل دبل، حطيت عليه البصل الاخضر والمشروم، واخيرا السوسيس، خمس وحدات من السوسيس اهم متقطعين شرايح، وبعدين البقدونس، ونقلب كله مع بعضه اهو. حلو كده. في عندي بيضه، انتوا فاكرين كان عندي بيضه هنا اهي، خفقتها عشان اطيع الزفره اللي فيها. لو انا هستعمل حلو احط عليها شويه فانيليا، لو انا هستعمل حادق نحط عليها شويه فلفل اسود كده، وبرده لو هستعمل حلو او حادق ممكن نحط عليها شويه قهوه مركزه، عارفينها قهوه المركزه اللي هي سريعه الذوبان، برده تضيع ريحه الزفره اللي فيها. هنا عندي زبده سايحه، هحط عليها معلقتين زبده سايحه، ونقلب كل ده مع بعضه. بقى عندي هنا بيض مخفوق ومعاه زبده سايحه. طب ايه اللي انت بتعمله ده؟ اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. خلاص نرفع دي كده ونيجي. انا طبعا ما رضيتش اعمل حاجه غير ما نرجع من الفاصل براحتنا يعني. فاكرين الحته اللي انا دوست عليها عشان اقفل عليها نقلتها الناحيه الثانيه، وناخد هنا ندهن، ندهن ايه ده؟ ده بيض مع زبده، زبده سايحه مع بيض اهو. قد ايه زبده سايحه؟ حوالي معلقه معلقتين يعني حسب يعني. دهنا اهو، وبعدين بعد ما عملنا كده نجيب الحشوه. طب انت هتحشي كتير؟ انا طبعا الهم الحشوه دي. نيجي نعمل ايه بقى؟ رشه من الجبنه المبشوره اي نوع، بس تكون جبنه صفراء. وبعدين بعد ما حطينا الجبنه ناخد كده الخليط ونفرد كمان. دي بقى عشان المدارس رجعت ممكن نعملها، اولادنا ياخدوهم معانا المدارس، حلوه قوي هتعجبهم وهم بيحبوا الحاجات دي. زي ما انتم شايفين الحشوه كلها اهي، جميل. الله ده انا لسه عندي حاجات هتعمل فيها، هتشوفوا دلوقتي يعني احنا مع بعض في التفاصيل اهو. وبعدين بعد ما فردنا كده هتلاحظوا حاجة، إن أنا سايب هنا حوالي 2 سنتي وهنا 2 سنتي، لا هنا ممكن ما فيش حاجة، هنا 2 سنتي. ناخد بقى الحروف دي، مش نسيب هنا حاجة، ما نسيبش في المكان ده حاجة خالص هنا. وبعدين بقية الجبنة أهي شايفين. وبعدين نيجي هنا بقى نعمل إيه؟ نقفل أهي، نقفل كده بالراحة كمان كمان، نعملها رول كأننا بنعمل السينابون أهو أهو. حلو قوي. شاكرين بقى الحتة اللي هنا، أجي في الآخر وأضغط عليها هتقفل معايا، ونشيلها كده نجيبها هنا هتقفل معايا. طب أنت عندك في حروف هنا، هنيجي ناخد بقى بالسكينة ونشيل الحتة دي كده، وبعدين نقطع حوالي 3 سنتي 3 سنتي 3 سنتي 3 4 يعني، مش ما تقيسوش بالمسطره اهو. بعد ما قطعنا كده نجيب هنا
وناخد دي كده نحطها ونضغط عليها. عايز افصلهم بس عشان ايه وانا بشيلها ما تشيلش من تحت. ونشيل التانية جنبها والتالتة. قد ايه بقى هتعجبهم الاطفال واحنا بنقدمها لهم كده ياخدوها معاها في المدرسة. وفكرتها حلوة قوي وسهلة وسلسة وغنية وحاجات كتير قوي هتعجبهم. شايفين في حتة مخلوعة اهي ارجعها تحت. شايفين لما الاقي في حتة مخلوعة ارجعها تحت واضغط اضغط. طب انت كنت عامل حتة هنا من عندنا جبنة بارميزان صح؟ وعندي هنا بقية الزبدة والبيض. هزود عليهم شوية مية صغيرين عشان انا حسيت ان هي قفلت شوية. يعني ايه بقى التقيلة اهو هنا. وندهن على الوش والحروف. جميل كمان اهو لغاية ما نخلص كل الكمية وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 ونسيبها تستوي براحتها مش